السلام عليكم. هسه راح نبلش بشرح تب الانتجريشن ميثود. حكينا بالفيديو السابق عن طريقه ال او طريقه كيف ترسم الدياجرام الالاستيك دياجرام اللي هو الديفليكشن دياجرام. حكينا عن الباوندري كونديشن، متى بيكون الديفليكشن زيرو ومتى الثيتا بتكون زيرو ومتى بيكون لها قيم. بهذا الفيديو راح نحكي عن طريقه الدبل انتجريشن ميثود. طريقه الدبل انتجريشن ميثود هي طريقه بتحكي لي بكل بساطه، اذا بوجد الدلتا، هاي هي الدلتا، دالت فانكشن يعني بدلاله اكس، يعني على مسافه اكس، بحكي لك اعمل دبل انتجريشن كامل المومنت مرتين، بس المومنت تقسمه على اي اي، وحكينا بالفيديو السابق ليش بنقسمه على اي اي. فبالتالي انا بكل بساطه بتمسك معادلات المومنت اللي عندي، يعني فرضا عندي هذا البيم بتلاحظ انه بدي اقطع مره هون وبدي اقطع مره هون، بتحكي لي صح. فبالتالي كم اكس عندي؟ طبعا هون احنا بنثبت الاوريجين، يعني لو حضرت لي فيديوهات سابقه كنت احكي لك معادله المومنت بتقدر تقطع وتاخذ الجزء اليمين، بتقدر تقطع وتاخذ الجزء اليمين او الجزء اليسار وهكذا. هون لا، طريقه الدبل انتجريشن ميثود بنسبة 99% بقول لك خذ دائما الأوريجن من الجهة اليسار وخذ الإكس نفس الأوريجن، يعني ما تيجي تحكي لي الأوريجن هون بعدين بالقطع هذا تروح تحكي لي الأوريجن هون، غلط يعني غلط دير بالك. مع أنه أنا لما أخذت المادة أخذت عند دكتور هاشم كان يقول نأخذ الأوريجن هون ما بدك، ولكن لما ترجع تحل على الطرق الثانية للديفليكشن ما بطلع معك نفس الجواب، السبب لا أدري. فاحنا عشان نلتزم بالكتاب وعشان نطلع طريقه الدبل انتجريشن بتساوي الديفليكشن من الطرق الثانيه بدنا نلتزم بطريقه واحده، انه ثبت الاوريجن وثبت ثبت الاوريجن بس، خلص خليه من الجهه اليسار، شو ما قطعت تخلي الاوريجن بالبدايه. طبعا السؤال بصير اطول بصير اصعب، بس اذا نعمل هيك مفروض نشرح لك، او اذا بدك تبلش من الجزء اليمين وتضلك على اليمين مش مشكله، بس بدي افرق معك شغله واحده. أنا إذا اشتغلت على اليسار بحكي لك إنه الكاونتر كلوك وايز موجب، يعني إذا الثيتا طلعت معي موجبة معناها هنا كاونتر كلوك وايز، أما إذا طلعت سالبة تطلع كلوك وايز. هيك بقول لك زي ما بتفرض المومنت، أنا لما أفرض المومنت هيك يعني بوزيتيف مومنت، فبالتالي إذا الثيتا عندي نزلت زي هيك فبكون كلوك وايز، أما إذا جيت من الجهة اليسار وأخذت الأورجن جهة اليسار بده ينعكس معي، كاونتر كلوك وايز بكون سالب والكلوك وايز يكون موجب. عشان هيك احنا لا بنظل من الجهه اليسار وشغالين طبيعي، شغالين طبيعي. شو حكيت لي الطريقه الدبل انتجريشن ميثود؟ بكل بساطه اذا انا معي معادله مومنت او انا بدي اطلعها، يعني بكل بساطه بدي اطلع الثيتا، احكي لك انه الثيتا هي تكامل المومنت دلاله الاكس على اي اي، طبعا تكامل غير محدود، يعني لما اكامل راح ينتج عندي ثابت التكامل سي، ثابت التكامل سي. وإذا بدي أوجد الواي بدي أحكي هي الدبل انتجريشن للمومنت أو تكامل الثيتا دي إكس، طبعا الثيتا دي إكس طبعا الإي آي نفسها، فأنت ما في داعي تحكي تكامل الثيتا على إي آي، لا هي تكامل الثيتا أو تكامل المومنت على إي آي. تمام، يعني لو تكامل الثيتا على إي آي بيطلع ناتج إي آي تربيع، وهذا خطأ، هذا خطأ. فهيك هاي الطريقة، بس انت تخيل بس كامل المومنت، يعني احنا كلياتنا بنعرف كيف نطلع معادلة المومنت، روح اعملها تكامل، ما في تكامل لوغاريتم تكامل واحد على اكس، كل التكاملات هي عبارة عن اكس او اكس تربيع وماكسيمم اكس تكعيب، اكثر من هيك ما راح يتكامل. فبالتالي انت لا تخاف من شيء اسمه تكامل، واصلا الآلة حاسبة بتحسب التكامل، هذا التكامل غير محدود ما بتحسب التكامل. بكل بساطة التكامل شيء سهل مش صعب. فهي بكل بساطة معادلة المومنت. طيب كيف تكون آلية الحل؟ آلية الحل كالتالي، بضرب لكم مثال قبل ما نفوت عن فكرة الكتاب. لو كان عندي فيكس سبورت وعندي لود، بدي أعطيكم أسهل مثال بالتاريخ، أسهل مثال بالتاريخ هو هذا، عندي كانتليفر بيم وعليه الكونسنتريتد لود مقداره 10 وهذا 5. فأول طريقة كالعادة نطلع معادلة المومنت، أنا حكيت لكم تقدر تاخذ الجزء اليمين تقدر تاخذ الجزء اليسار لما توجد المومنت، بس شو المشكلة؟ حكينا بالدبل انتجريشن دائما بلش من الجزء اليسار، دائما بلش من الجزء اليسار، فكونه بلش من الجزء اليسار بدي اطلع الرياكشن، يلا طلع الرياكشن مجموع، خلنا اطلع الرياكشن هون على جنب، مجموع الام طبعا هاي الاي وهاي البي
مجموع المومنت عند الـ A بتساوي 0، فإذا هذا MA، MA عكس عقارب الساعة وذاك عقارب الساعة، فـ MA بيساوي 10 في 5 50، وهذا AY هاي 50 طبعاً، و AY تكون 10. هيك أنا طلعت الرياكشن. ثاني خطوة بدي أقطع، قطعت وأخذت الجزء اليسار، عندي M، عندي رياكشن 50، وعندي 10، وعندي مسافة X لأن الأوريجن عندي هيك. لو عندي أكثر من قطع يكون عندي X1 وX2، بس مش مهم سميها X أنت. يلا مجموع المومنت عند القطع بتساوي 0، بتكون عندي M زائد 50 ناقص 10X بتساوي 0، فبالتالي الأم هي 10X ناقص 50. تمام، 10X ناقص 50، أنا وجدت هيك معادلة المومنت. طيب يلا بدي أوجد الثيتا، بكل بساطة الثيتا هي تكامل المومنت دي اكس على اي اي. يلا كمل للمومنت، كن شطور وكمل للمومنت. شو المومنت؟ 10X ناقص 50، فالثيتا هي بدها تساوي 10X تربيع على 2 ناقص 50X زائد سي 1. طبعا ليش سي 1؟ لانه اصلا بدي اكمل الواي بيطلع عندي سي 2، يعني بيطلع عندي سي ثانيه، فانا عشان ما اخربط بسمي كل سي بتطلع معي بسميها برقم، يعني الاولى سي 1 الثانيه سي 2. اذا عندي معادلتين ديفليكشن او معادلتين مومنت سي 3 سي 4، عندي ثلاث قطوع سي 5 وسي 6 وهكذا. فبالتالي هاي انا معادله الثيتا، طبعا كلياتها مقسومه على اي اي، يعني هون في اي اي هون في اي اي هون، فانت خلص خلي الاي اي او خلي الاي اي تمام، بس انه هو بالامتحان راح يقول لك راح يكون حط لك بالمقام اي اي يعني، بس انه انت منطقيا خلي الاي اي اخر شيء بس تخلص الحل. تمام، هاي طلعت الثيتا، بتطلع الديفليكشن، تحكي الواي او الدلتا بتساوي تكامل هاي 5 اكس تربيع 10 على 2 5، 5 اكس تربيع لما تكملها بتصير 5 اكس تكريب على 3 ناقص 50 اكس تربيع على 2 زائد سي 1 اكس زائد سي 2، صح ولا لا؟ راح تقول لي صح لان انا كملت الواي، هاي الواي هي دلتا وتساوي تكامل الثيتا، طبعا كلياته على اي اي. تمام، انا هيك اوجدت معادله الواي واوجدت الثيتا. لاحظ انه الدبل انتجريشن ميثود بتعطيني الثيتا والديفليكشن عند اي نقطه بدي اياها، على اكس بدي اياها، يعني اكس تساوي 0 كم بيطلع لي الثيتا والمومنت والديفليكشن، اكس تساوي 1 كم، اكس 1.5 كم، اكس عند الخمسه يعني عند اللود بيساوي كم. فبالامتحان لو جاني كانتليفر بيم طلب مني احسب الثيتا والديفليكشن عند اللود النقطه بي او عند اللود 10، اقدر استعمل الدبل انتجريشن، مع انه بالمستقبل راح ناخذ الكونجوجيت بيم راح نستعمل اي معادله ثانيه لنحل. لا لنحل، فلاحظ انه طلع عندي معادلتين، خلينا نكتب المعادلتين، خلينا هذا الشيء خلص، انه معادله المومنت احنا نكون لازم متقنينها من شابتر 4 عشان حكينا شابتر او من 7 من شابتر 7 ستاتيك. خلينا نكتب المعادلات بشكل ارتب، ثيتا دلاله اكس طبعا هي 5 اكس تربيع ناقص 50 اكس زائد سي 1، والدلتا بتساوي 5 اكس تكريب على 3 ناقص 25 اكس تربيع زائد سي 1 اكس زائد سي 2. تمام، بس في شغله صفت عندي، انا هيك معادله المومنت عندي وهي كيف انا كملتهم وكيف ما ليش فيها. راح تحكي لي في عندي مشكله، راح تحكي احكي لك شو هي، احكي لك انه سي 1 وسي 2 كم قيمهم؟ ليش؟ لانه انا بدي هسه بدي اوجد مثلا تكامل عند عند البي بدي اعوض 5، طيب سي 1 وسي 2 كم؟ كيف بدي اوجد الديفليكشن؟ هون بيجي دور شيء اسمه حكينا عنه قلت لك ركز عليه، وهو الباوندري كونديشن. حكيت لك ركز عليه كثير، رح تحكي لي طيب انا شو بدي استفيد من الباوندري كونديشن؟ بحكي لك هي الباوندري كونديشن تريحني كثير. يلا شو انواع السبورتات عندي؟ فيكست، الفيكست يعني الدلتا عندي الفيكست يعني عند اكس تساوي 0 بتساوي 0، والثيتا عندي الفيكست تساوي 0. معناته يلا احكي لي الثيتا الصفر تساوي صفر، يعني بدي اعوض هون زيرو بتساوي 5 في صفر تربيع ناقص 50 في صفر زائد سي 1، فسي 1 بتساوي زيرو، يعني انت عوض مكان اكس صفر ومكان الثيتا صفر. تمام، فكان طلعت قيمه سي 1 بتساوي زيرو. يلا واي او الدلتا، دلتا الزيرو بتساوي زيرو، فبدي احكي زيرو تساوي
0 0 0 بالتالي سي 2 برضه 0. اما لو تلاحظ انه كان مثلا رولر وبن، لما توصل عند البن تحكي مثلا اكس الخمسه، لو فرضنا هاي بن تقول اكس الخمسه بتساوي 0، فبتطلع قيم لسي 1 وسي 2، يعني سي 1 وسي 2 مش دائما 0. فهيك انا شو بستنتج؟ لما سي 1 وسي 2 0 يعني معادله الديفليكشن كذا، معادله المومنت كذا، فهاي شيل السي 1 وهاي شيل السي 1 والسي 2، هاي معادله الثيتا وهاي معادله الديفليكشن. يلا بنشان اتاكد من حلي اذا انه صح ولا خطا، لازم لما تطبق المعادلات اللي على الباوندري كونديشن تكون صحيحه. كيف يعني تكون صحيحه؟ يعني عوض ثيتا الصفر كم بتطلع؟ 5 في 0 0 ناقص 50 في 0 0، معناته صح طبقت الباوندري كونديشن انه ثيتا الصفر بتساوي صفر. يلا دلتا الصفر تساوي صفر، لازم الديفليكشن عند الفيكس تساوي 0. يلا 5 في 0 0 ناقص 25 في 0 تربيع صفر، معناته الطبقه صح. فرضا طلب مني الديفليكشن عند مسافه 5، احكي ثيتا ال 5 تساوي 5 اكس تربيع 5 في 25 يعني ناقص 50 في 5. طبعا هذا كلياته لا ننسى انه على اي اي، 5 في 25 125 ناقص 250، فبتطلع عندي سالب 125 على اي اي، يعني هاي انها مع عقارب الساعه بوحده الراد راديان. فدلتا الخمسه كم بتساوي؟ بتساوي 5 على 5 على 3 في 5 تقريبا ناقص 25 اكس تربيع وهكذا. فهذه هي كيف بحسب الديفليكشن هون، كيف بحسب هاي. ولاحظ انه الالاستيك كيرف عندي هيك، هون زيرو بعدين ببلش ينزل هيك. فانت كمان عشان تتاكد من حلك 100%، انا هون طلعت معي الديفليكشن مثلا فرضا 250 على اي اي، صح ولا لا؟ تقول لي صح. طب افرض انه بدي اوجد عندي مسافه 2.5، يعني هون تقريبا كم الديفليكشن هون؟ اذا طلع الديفليكشن هون اقل من ال 250، معناها انا يعني انا انجبرت انه حلي صح، لانه مستحيل الديفليكشن هون يكون اقل من هون. تمام ما ننسى هذا الشيء، ما ننسى هذا الشيء. فهي طريقه الدبل انتجريشن، وهذا مثال بسيط وعن حل مثال اطول. بس شو اللي بدي احكي لك اياه؟ بدي احكي لك اياه انه الطريقه كتعريف اساسي انه اوجد معادله المومنت عند اوريجين ثابت. ثاني شغله، اوجد معادله الثيتا والدلتا من تكامل المومنت، بس تخلص بيطلع عندي ثوابت سي 1 وسي 2 وسي 3 وسي 4 والى اخره، اطبق الباوندري كونديشن اللي هي عند الفيكس بتساوي دلتا ثيتا 0، وعند البن والرولر الدلتا فقط تساوي 0، وبطبقهم وبطلع السيات، بطلع السيات. هيك شو بصير عندي؟ بصير عندي بطبق القوانين كلها وبخلص. تمام، نمسح الرسمه ونيجي نكتشف باوندري كونديشن جديد. باوندري كونديشن نيو جديد، شو الباوندري كونديشن نيو هذا؟ احكي لي لو انا عندي بيم زي هيك، عندي بن ورولر، في عندي لود كونسنتريتد هون، هذا المومنت ديجرام له هيك صح ولا لا؟ صح، يعني فيش بوينت اوف فليكشن، يعني الكيرف ديجرام له هيك. هيك قيمة الإلاستيك كيرف ديجرام، رح تقول لي صح، رح تقول لي إنه هون في ثيتا، وهون في ثيتا، وهون هاي هي الدلتا، تحكي لي صح، هذا إيش عندي؟ هذا الثيتا والديفليكشن. شو بستنتج؟ الباوندري كونديشن هون بشكل عام إنه دلتا زيرو بتساوي زيرو، ودلتا عند ال L، لو فرضنا هاي المسافة L برضه بتساوي زيرو. في شغله ممكن هسه لما تحل، بس عندك هون قطعين، عندك معادلتين سي 1 وسي 2 وسي 3 سي 4، راح تلاحظ بالحل انه راح المعادله تعلق معك، انه سي 1 وسي 2 وسي 3 وسي 4 مش كلهم راح تقدر توجدهم. طبعا كيف توجدهم يا الله؟ اقول لك سهله. كيف تقول لي كيف سهله؟ انت بتمز علي؟ اقول لك لا. طب شو الحل؟ احكي لك شيء بسيط كثير. لاحظ انه عند هاي النقطه في جزء يمين وفي جزء يسار، تحكيني صح. لاحظ ان الثيتا اللي هون حتساوي الثيتا اللي هون، سواء بالتقابل بالراس او غيره. ليش؟ لانه عند نفس اللود، عند نفس اللود ايش في؟ تماثل بشكل عام، او هو اجباري يعني. عند نفس اللود ثيتا اللود او يعني ثيتا ال على 2 من اليمين بتساوي ثيتا ال على 2
من اليسار من الليفت. يعني المعادلة المومنت اللي هون لو فرضنا كانت مثلا 10 x تربيع، أو معادلة معادلة الديفليكشن 10 x قوة 4 مثلا زائد c1 x تربيع مثلا زائد c1 x مثلا زائد c2 على فرض، ومعادلة المومنت اللي هون كانت مثلا 5 x قوة 4 طبعا هي c2 c3 وc4 زائد c4 c2 c1 x زائد c2. تمام، عندي هون معادلتين للمومنت. فبكل بساطة لما عوض قيمة ال على 2 لو فرضنا طول البيم 10 عوضت 5 بالمعادلة هاي وعوضت 5 بالمعادلة هاي وسويت المعادلتين ببعض بتطلع علاقة بين C3 و C4 و C1 و C2، وبرضه عوضت بالثيتا وعوضت عند ال بتساوي 0 وعند 0 بتساوي 0 الدلتيات، صار عندي 4 boundary condition أو تقدر تقول 6 boundary condition بست معادلات اللي هم أو بأربع معادلات. أنت هيك حليت السؤال، أنت هيك حليت السؤال. فالباوندري كونديشن نيو إنه عند نفس اللود الدلتا متساوي والثيتا متساوي، وهذا الإشي بنطبق لو كان عندي برضه سبورت بالنص الديفليكشن زيرو والدلتا زيرو والثيتا متساوي رايت تساوي. فأتمنى أنها تكون وصلت. فاحنا هيك بنقدر نقول خلصنا طريقه الدبل انتجريشن، ولكن احنا بناخذ يعني مثال اصعب، مثال اسهل انه نحل، يعني انه نحل. تمام، لو نيجي لهذا المثال، هذا المثال بقول لك كنتليفر بيم شلون عندك فكر اوجد الايكويشن للالاستيك كيرف، يعني اوجد معادله المومنت اوجد معادله الديفليكشن، هاي معادله الثيتا هاي معادلة الديفليكشن بعد ما عمل الثوابت. تمام، شو نعمل؟ خلنا نرسم البيم لحالنا، ما بدنا نخش الحل. قال لي كنتليفر بيم، كنتليفر بيم يعني في عندي هون ايش فيكست، قال لي هاي المسافة ألف، قال لي هون في عندي مومنت هيك اتجاهه ام او سمى، خلنا نسميه مومنت. هذا ايش سمى ام، وعمل انه هو عكس عقارب الساعة، عكس عقارب الساعة يعني الديفليكشن لما بينتج عندي او الثيتا بتنتج عندي موجبة، يعني هو هي عكس عقارب الساعة فعلا هي موجبة. شو بدي أعمل؟ بدي أقطع وأوجد معادلات المومنت. أول شيء الرياكشن هون زيرو على الواي، والمومنت هذا الرياكشن اللي إيه بيساوي أم، أم اللي هون بتساوي أم اللي هون، إجباري خذ مجموعة أم تساوي زيرو. أقطع، قطعت، خذ جزء اليسار أم برضه أم، ما في رياكشن، وهي إكس صح ولا لا؟ معناها أم بتساوي زيرو، معادلة المومنت أم بتساوي زيرو صح ولا لا؟ صح، أم ناقص أم بتساوي زيرو، بالتالي أم بتساوي زيرو. لا 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 مش بتساوي زيرو، هاي أم القطع مش أحسن هيك سماها أم نوت، شوفين كيف خربطت. فهاي إكس، فأم ناقص أم نوت بتساوي زيرو، فبالتالي أم بتساوي أم نوت، هاي معادلة المومنت يعني ثابت، يعني المومنت هون ثابت هيك اتجاهه مثلا. هاي معنى قيمة المومنت، هاي معادلة المومنت هاي معناها. فيلا شو بنحكي هسه؟ ثيتا بتساوي ام نوت في اكس زائد سي 1 على اي ار، والديفليكشن بتساوي ام نوت في اكس تربيع على 2 زائد سي 1 اكس زائد سي 2 على اي ار. يلا طبق الباوندري كونديشن، ثيتا الصفر بتساوي زيرو، فبالتالي سي 1 بتساوي زيرو، اطلبها من المعادله هون، دلتا الزيرو بتساوي زيرو، فبالتالي سي 2 بتساوي زيرو. فشو صفت المعادلات عندي؟ امسحهم، صفت المعادلات عندي زي هيك، الثيتا بشكل عام معادلتها ام نوت في اكس على اي اي، والدلتا ام نوت في اكس تربيع 2 على اي اي، يعني امسح الاي اي هون حط اي اي هون. تمام، انا هيك وجدتها بدلاله اكس. هو شو طلب؟ طلب اوجد المعادله. طيب لو بدي اوجد المومنت هون او الثيتا والديفليكشن هون، اعوض القيمه اكس، يعني اعوضها هاي بتصير ال، وهون الاكس تربيع بتصير ال تربيع. فهذا الشيء كثير بفيدني. شو بفيدني؟ هسه بعض امتحانات الاونلاين المالتيبل بيجي يجيب لي بيم زي هيك عليه لود مومنت، كل اوجد الثيتا والديفليكشن هون. ليش انا اشتغل على الدبل انتجريشن؟ لا، انا وصلت لمعادله عامه
انه الثيتا والدلتا عند القيمه هاي بتساوي ام نوت في ال على اي اي والدلتا ام نوت في ال تربيع 2 اي اي ثابته. يعني اعطاني ال كذا والام اللي هون كذا حل السؤال. شو ليش هذا ليش ممكن يفيدني؟ قلت لكم بعض اسئله الاونلاين بدل ما تحل زي هيك. طبعا في حالات برضه او اشتقاقات اذا كان عندي مثلا صحيح وصلنا لهون شوف الحل نفسه ولا لا. هيو ام نوت في اكس تربيع 2 اي اي ام نوت في اكس على اي اي انا سميتها ال انه اذا بدي اوجد المومنت عند النهايه. هذا الشيء بشو بفيدني بالامتحانات الاونلاين؟ مرات بجيب لي بيم زي هيك وهون لود برضه بقول لي احسب الثيتا والديفليكشن انا بشتق المعادله بدلاله البي ودلاله ال. مرات بجيب لي سمبلي سبورتد بيم وبرضه مثلا لود كونسنتريتد بقول لك حل. فبقول لك انه الثيتا والواي بدلاله الدبليو والال تمام؟ طلع لي معادلة المومنت والديفليكشن دلالة الدبليو والال برضه لو كان عندي لود بيم. وهذا الشيء هسه بدي اورجيكم اياه مع بعض شوفوا هون اعطاني هاي المعادلات. اعطاني اذا عندي انا البيم عندي عبارة عن كنتليفر بيم وعندي لود بيم والقيمة ال. قال لي الديفليكشن دياجرام له هيك الماكسيمم ديفليكشن يعني الديفليكشن هون بتساوي كذا والسلوب عند النهاية يعني هون بتساوي كذا. وقال لي المعادله بشكل عام للواي هي كذا. طب لو بدي الثيتا شو بعمل؟ اشتقها لان الثيتا مشتقه المومنت مشتقه الديفليكشن اما لو انزل بكون تكامل تمام. طيب هون نفس الشيء الاولاد موزع بدي الثيتا والهاي هاي اللي حليناها قبل شوي لاحظ انه هون المومنت مع عقارب الساعه فطلعت المعادله بالسالب طلعت الديفليكشن بالسالب يعني البيم هذا راح ينزل. أما لما كان عكس عقارب الساعة البيم طلع زي هيك فبدنا ننتبه إنه شايفين هاي المعادلة طلعتها. فأنا إذا بدي عندي النهاية هيك شايفين لو أنا عندي simply supported beam إنه الطول على L فأنا عندي معادلة صار هيك المعادلة وهيك المعادلة بدل ما أحل على double integration أو على الطرق الثانية. لا أنا بقدر إني أحل على المعادلات هاي. لو كان عندي simply supported beam بس اللود على أطوال مش بالنص فأنا عندي معادلات إذا X أقل من A أو إذا X بتساوي A. يعني إذا X أقل من A يعني إذا طلب مثلا إذا كانت A بتساوي 10 وطلب عند الديفليكشن عند X بتساوي 5 فبطبق هاي المعادلة. أما إذا X بتساوي A يعني إذا طلب الديفليكشن عند 5 والA قيمتها 5 بطبق هاي المعادلة. هون طبعا ثيتا A وثيتا B. شو يعني ثيتا A وثيتا B؟ الثيتا عند الA وهون الثيتا عند الB. وإحنا تعلمنا إنه الديفليكشن هيك إله فهون في ثيتا وهون في ثيتا مش زيرو زي الديفليكشن وهذا برضه لو لود مستطيل وهذا برضه لو سمبلي سبورتد بيم وعليه مومنت من هون. فهذول المعادلات يعني انت بجوز لو وجدت بالامتحان على حاله من هذول الخمسه من هذول السبعه بدل ما تحل على الدبل انتجريشن هاي المعادلات معك يا صاحبي وحلهم عليها. ما في داعي انك ترجع تحل السؤال على اي طريقه واخذت الديفليكشن. انت اذا حضرت هذا الفيديو لا تيجي تسالني ليش الامتحان طويل لو اجتك حاله من هذول. وانا بتذكر بالصيف الماضي اجى سؤال على الدبل انتجريشن او اجى على الكونجكت بيم او المومنت اريا ثيورم كان لبيم زي هيك والله. او بتعرف شو ممكن يجيب لك؟ يجيب لك انه في عندي بيم هيك السؤال تذكرته كان السؤال كالتالي كان السؤال زي هيك جايب لك هون لود نفس الوقت جايب لك مومنت زي هيك. بس هاي الحالة هي فعليا نفسها هاي. طبعا لا تنتبه المكان الفيكست ما بيأثر مكان بيلعب معك بالإشارات هي هاي الحالة وهاي الحالة مع بعض. فشو بتعمل انت بكل بساطة؟ يلا قولي شو بتعمل. بتقول الديفليكشن اللي ناتج على اللود الديفليكشن الدلتا من اللود زائد الدلتا من المومنت يساوي الدلتا التوتال اللي بده اياها. يعني لا تجي تحكي لي طب انا مش معطيني ولا حالي من هذول. بقول لك لا هو معطيك. كيف معطيك؟ راتب لي كيف معطيني؟ هاي الرسمه الاثنين بنفس المكان فبالتالي الديفليكشن اللي من هون نفس الديفليكشن من اللي هون. تمام ما تيجي تخربط تحكي لي مش موجود بالحالات. لا موجود. يعني اجى اعطاني زي هيك سمبلي سبورتد بيم عليه مستطيل وبنفس الوقت راح احط لك مومنت هون. كل ما بعرف احله بقول لك لا يا صاحبي هيو هاي سمبلي سبورتد بيم هاي الديفليكشن تبعه عند على اي اكس بدي اياها بطلع قيمته
وهاي السمبل سبورتد بيم، وعندي مومنت هاي معادلته على اكس بد... على اي اكس بدي اياها، بطلع الديفليكشن. بس لو طلب ثيتا قلت لك تشتق المعادله، تشتق المعادله. وطلب او لو طلب ثيتا عند اي عند الاي او عند البي بتطبق هاي المعادله، بتطبق هاي المعادله. طبعا الثيتا هون زائد او سالب، يعني زائد اذا كانت عند اي وسالب اذا كانت عند البي. تمام. بتمنى ان تكون شغله الديفليكشن وصلتك. في حال جاب لك دمج حالتين من هذول، بس انت تقدر تعد دبل انتجريشن وتشوف ان اوفر. لا هاي اسهل اسرع، وهاي المعادلات جاهزه. المعادلات انت راح تطلعها، هاي مطلعين جاهزين. ليش تغلب حالك؟ ليش تغلب حالك؟ طبعا هاي المعادلات اذا A اكبر من B عند الماكسيمم ديفليكشن، هاي المعادلات فتركوا، لا تخافوا من شغله المعادلات. البي منعكس ما يفرق معك، بس بدك تنتبه انه تعرف انه انت دائما بدك تطرح ولا بدك تجمع. يعني زي سؤال قبل شوي، لو جاب لي المومنت هيك واللود هيك اجمع؟ لا. ليش اجمع؟ لانه هذا بدي افصلهم لحال. ها لو بدي افصلهم البي، يعني افصل اللود لحال والمومنت لحال، هذا بعطيني ديفليكشن مثلا لفوق، ولكن المومنت هذا بنزلني لتحت. صح. معناته هنا الديفليكشن هذا ناقص هذا بيعطيني التوتال. بس اذا كانوا الاثنين نفس الاتجاه بجمعهم. يعني مش دائما زي ما حكيت لك قبل شوي انه اجمع المعادلتين، لا، ممكن تطرح باي حاله لما يكون اللودات عكس بعض. بس بتمنى انها تكون مستقبل. هذا السؤال حليناه. وهي شايف لما قال لك عند اكس بتساوي ال، وهي عوض لك القيم وعوض لك اليو، عوض لك الاي والاي. بس زي ما حكيت لك الاي اي دائما ثابتين. هذا سؤال ثاني، بس نبلش بس نحل البروبلم بدون ما نحل. شوف كيف حل. قلت لك هاي بنفس الطريقة، لو عندي بيم إذا A بتساوي 2A، يعني هو صار يعني راح تطلع مع المعادلة الجاهزة. إذا خلص لو شفت بيم عندك زي هيك، هون بن وهون رولر وهون لود، هاي قيمته 10، هاي قيمته 5، وهاي قيمته 10، مباشرة بدون ما أحل أرجع هاي المعادلة وبحل. فطالب مني أوجد المعادلة عند السي، أوجد ديفليكشن والثيتا عند السي. فأنا إيش بدي أعمل؟ بدي أرسم أول شيء إلاستيك كيرف مشان أشوف شكل البيم. مش مشكلة إلاستيك كيرف وما بعرف أرسمه. بوجد معادلات المومنت. المعادلة الأولى هسه الرياكشن، هي هو يقول لك الرياكشن عندك هون بكي على 2 وهون 3 بكي على 2. فهي معادلة المومنت الأولى X1، وهي معادلة المومنت الثانية. لاحظ أنه قطع من الجهة هاي وظل عليها. أما الدكتور هاشم لما كان يشرح لنا كان يقول لك خذ هون الجزء اليمين وهون الجزء اليسار. تمام. فالمعادلات المومنت هي معادلات المومنت من 0 ل 2 A اللي هي X1 يعني هيك، وهي معادلة المومنت الثانية. بعدين طبق معادلة الديفليكشن انه تكامل هاي المعادلة الأولى لل X1، معادلة المومنت هيك، معادلة الثيتا هيك، معادلة الديفليكشن هيك. هاي لاحظ B على 2X بصير B على 4X تربيع، بي اكس تكعيب على 3 و4 يعني 12. فهي معادلات المومنت للمعادله الاولى سي1 وسي2، وهنا معادله المومنت الثانيه كاملها طلع سي3 وسي4. بعدين بدي اطبق الباوندري كونديشن. شو بدي اطبق الباوندري كونديشن هون؟ اول شيء الباوندري كونديشن عند اكس1، خلينا نرسمها بالاسود، عند دلتا الزيرو بتساوي زيرو من هون، ودلتا 2A بتساوي 0. هاي للمعادلة الأولى، بس للمعادلة الأولى. كمان بحكي دلتا 2A من المعادلة الثانية، المعادلة الثانية تساوي 0. يعني زي ما حكيت لك دلتا ليفت بتساوي دلتا رايت وتساوي 0 في حالة البين سبورت أو رولر سبورت. أما في حالة اللود يساوي بعض يساوي قيمة 0. فهيك أنا بقدر اطلع سي1 وسي2 وسي3. لاحظ انه الثيتا هون ما تقدر توجدها، الثيتا مش متساويه. فشو قال لك هون؟ قال لك الدلتا 1 بتساوي 0 عند الاكس 1 بتساوي 0، والدلتا 0 بتساوي عند 2a، وقال لك الدلتا بتساوي 0. طبعا الدلتا بالمعادله الثانيه لما اكس بتساوي 2 a. فطبق المعادلات طلعت معه اول شيء سي2 0، بالمعادله الثانيه طلع معادله بدلاله سي1 وسي2، بعدين بالمعادله الثالثه طلع معادلة بين C3 و C4. بعدين شو عمل؟
ساوى المعادلتين ببعض، طبعا سواهم بالصفر، لو سواهم ب10 يعني فعليا سوى المعادلتين ببعض. ليش سوى المعادلتين ببعض؟ زي ما حكيت لكم قبل شوي، لانه البن هون بالنص، فلما يكون البن بالنص او الرولر بالنص تكون الدلتا متساويه، تكون الدلتا متساويه، وبرضه كمان الثيتا، الثيتا هون تساوي هون، تقابل بالراس، تقابل بالراس. فهون لا، هو قال لك شو اسمه هيها، ولا هو هاي سوى الثيتا، هو شو اللي سماها دي في؟ سوى هاي اللي هي الثيتا، ثيتا 1 سماها بثيتا 2، سواها بثيتا 2 زي ما حكيت لكم. طبق اربع معادلات، المعادله الاولى دلتا الزيرو بتساوي زيرو، ودلتا الاثنين اي من اليمين تساوي زيرو، ودلتا الاثنين اي من اليسار بتساوي زيرو، وثيتا الاثنين اي من الليفت بتساوي ثيتا اثنين اي من الرايت، او يعني ثيتا بي من الليفت بتساوي ثيتا رايت، بس كل واحد بتطبق حسب المعادله. هون الصدفه كان اسمها 2 اي، بس ممكن ما يكون دائما اسمها 2 اي. فهون اربع معادلات باربع مجاهيل اللي هم سي 2 سي 2 سي 1 يعني سي 1 وسي 2 سي 3 وسي 4، اربع معادلات باربع مجاهيل بتقدر تحلهم. بتحلهم يدوي بيطلع معك قيمه سي 1 وسي 2 وسي 3 وسي 4، بتطوط بالمعادلات الاصليه القيم. طب انت خلال هيك بتطلع الديفليكشن عند اي نقطه، فلاحظ انه الديفليكشن طلع عندي عند القيمه اللي اسمها 3A، عند القيمه 3A هي بتساوي هيها. فانا لو كان عندي بيم الاطوال عنده هذا ضعف هذا، وعندي كونسنتريتد لود، وطلب من الديفليكشن عند السي، فهي مباشره بتساوي بي اي تكعيب على اي اي، والسالب يعني انها للاسفل للاسفل. فهيك احنا دخلنا طريقه الدبل انتجريشن خلصت. هاي عندك بروبلم هون مارس، اذا كان عندي عم بعطيك هاي البروبلم، شايفين كل اللي هون البروبلم عم تحل لك اياهم بس على النظر. كيف يعني على النظر؟ هاي بقدر احلها يدوي او على المعادلات اللي ورجيتكم اياها قبل شوي، او خلص مباشره دلتا الزيرو تساوي زيرو، ودلتا ال تساوي زيرو، دلتا ال على 2 من الرايت تساوي دلتا ال على 2 من الليفت، وثيتا ال على 2 من الرايت تساوي ثيتا ال على 2 من الليفت. زي ما حليت قبل شوي اربع معادلات باربع مجاهيل يوم سي 1 وسي 2 وسي 3 وسي 4، بحل المعادله هون بنفس الطريقه. هون حلينا قبل شوي زيها بس كانت مومنت مش صعبه، وهنا ما حلينا زيها بس ورجينا شو طلعنا المعادله يعني عادي. طبق هون هون وهون نفس الشيء، ثيتا 0 0 ودلتا 0 0 بتحل، بس بيختلف معك انه هون في معادله غير. هون نفس الشيء، ثيتا 0 دلتا 0 بتساوي 0 ودلتا ال بتساوي 0، وشو هون قطع واحد اصلا، فبس عندي قطع واحد يعني معادله واحده، وعندي سي 1 وسي 2، فعندي انا بس معادلتين مجهولين اللي هم دلتا 0 بتساوي 0 ودلتا ال بتساوي 0، فمعادلتين مجهولين بحلهم. وهون بنفس الطريقه، هذا فيك سبورت دلتا ال بتساوي 0 وثيتا ال بتساوي 0. خلينا نروح مع بعض على المانيوال ونشوف شو بصير معنا، نشوف شو بصير معنا. هاي المانيوال شابتر 8. هاي شابتر 8، هاي البروبلم اللي حكينا عنهم، وهم مش راسم الرسمة، لكن هذا الفندمنتال بروبلم. فندمنتال بروبلم جوابهم بالآخر. أنا كنت أحكي عن البروبلم العادية أول شيء. هاي 8.4، هيهم لاحظ المعادلات اللي عملها. طبعا هون لما اقول لك اي دي في تربيع على دي 1 اكس تربيع، يعني المشتق الثاني للديفليكشن، يعني هاي معادله المومنت، هاي معادله الثيتا، وهاي معادله الدلتا، تمام؟ مشان تميز شو يعني تربيع بدون تربيع وبدون اكسات اصلا. فشوف لاحظ انه عوض لك المعادله الاولى القطع الاول، وهي معادله القطع الثاني، بعدين شو الباوندري كونديشن يطبقهم؟ قال لك الدلتا عند الزيرو بتساوي زيرو، ودلتا عند ال على 2 بتساوي زيرو، ودلتا بتساوي زيرو او ثيتا بتساوي زيرو عند ال على 2. هسبق لك شو قصتها هاي.
وقال لك كمان الدلتا بتساوي 0 عند ال، طبق اربع معادلات الضرب المجهول زي ما حكينا. بس شو هون قال لك شغله، ما سوى لك قلنا اللو زي هيك، هذا بنسب برضه وبنسب برضه، رح تقول لي صح. هسه الديفليكشن له هذا هيك قلنا صح؟ رح تقول لي صح. انا شو قلت لك؟ انه الثيتا هون بتساوي الثيتا هون، رح تقول لي صح. بس هاي الثيتا بتساوي زيرو لانه هذا مماس، فالمماس زيرو مستقيم، المماس مستقيم. بس انا ما حفظتك اياها زي هيك ولا فهمتك اياها، فهمتك اياها انه الثيتا من اليمين بتساوي الثيتا من اليسار، وهذا الشيء اللي عمله هون. قال لك الثيتا من اليمين بتساوي صفر والثيتا من اليسار بتساوي صفر، معناها الثيتا من اليمين بتساوي الثيتا من اليسار. هيو عند الآلة اثنين زي ما حكيت لك، ما فرقت معك بإشي، ما فرقت معك بإشي. هيو حلهم طلع معي المعادلات. والسؤال اللي بعده نفس الطريقة، عند الثيتا بتساوي زيرو إكس بتساوي زيرو، عند الديفليكشن بتساوي زيرو بتساوي زيرو. وللمعادلة الثانية ما فيش معادلة ثانية، فيش معادلة ثانية، بس كان هذا كنتليبر كأنه. عند السادس تبع المومنت نفس الطريقة. السابع الباوندري كونديشن يطبقهم صفر صفر صفر، وقال لك هون بيساوي بعض، طلع سوالك الثيتا هون بتساوي الثيتا هون والديفليكشن هون بتساوي الديفليكشن. هاي المعادلة اللي قلت لك عنها اللي الباوندري كونديشن نيو، باوندري كونديشن نيو. هاي شايفها ثيتا بتساوي ثيتا عند القلعة اثنين، والديفليكشن بتساوي ديفليكشن عند القلعة اثنين. بس نرجع للبروبلم العادية. هاي المعادلات اللي حكيت عنهم أنا، كأنه هاي قال لك الدلتا اللي على اليمين بتساوي دلتا على اليسار، والثيتا اللي على اليمين بتساوي ثيتا على اليسار، بس هون ما بتساوي زيرو، مش زي هاي. هون البروبلم كانهم مش مبينين أصلا، ما لهم رسبات. حتى هون ما في رسمة. يعني هذا السؤال بدي أقطع أنا قطع واحد قطعين ثلاث، صح؟ صح. بس هو هون كأنه ما قطع ثلاث قطوع، بس بنشوف ليش. شو قال لك المعادلة الأولى M1X بتساوي كذا. قال لك بسبب التماثل. شو يعني سبب التماثل؟ هاي القيمة A وهي القيمة A. يعني أنا لو أنا عندي بين هاي المسافة 10 وهاي المسافة 10 وهاي المسافة 10، فأنا بقدر أحسب الديفليكشن عند أي نقطة بدي إياها حسب المعادلات هاي. فهون قال لك أمون الإكس هي بي إكس، اتفقنا عليها مش صعبة. وحل قال لك الباوندر كونديشن عند الزيرو، عند الدلتا بتساوي زيرو بسبب التماثل. قال لك إنه الثيتا بتساوي صفر عند الألعة 2 بنص البيم بسبب التماثل. دائما لما يكون عندي البي متماثل الثيتا هون تساوي هون وتساوي زيرو. يعني انا اصلا لو بدون فهمي قلت الدلتا هون تساوي هون الثيتا هون تساوي هون بقدر احل السؤال. تمام. هذا السؤال تقريبا نفس الشيء. خلينا نشوف البروبلم اصعب، يعني زي هيك معادلتين عندي هون، قطع هون قطع هون، مش عارف ليش قطع ثلاث قطوع بصراحة. فهون قال لك أوجد معادلات الإيكويشن يوزنج كوردينات إكس 1 وإكس 3. طيب شو يعني يوزنج إكس 1 وإكس 3؟ يعني استعمل القطع الأوريجن له إكس 1 والأوريجن له إكس 3. فهون طلع معادلة اللي من إكس 1، معادلة المومنت اللي من هون طلع الرياكشن وكذا، فهي معادلة الديفليكشن، هاي معادلة الثيتا، وهي معادلة المومنت. هيها معادلة المومنت. من المعادلة الثانية اللي اسمها 2 أو سماها 3 كأنه، المعادلة 3 هي أنه قطع هون، فالمومنت 0، فالثيتا هي سي 3 والديفليكشن هي سي 3 زائد سي 4. يعني لاحظ أنه مشى على طريقة الدكتور هاشم لما قلت أنه هون بيقدر يشتغل من اليمين ومن اليسار. طيب بدي أعرف ليش يشتغل، أنا ما كنت أعرف، يعني بدي أكتشف الإشي عندك بالفيديو. قال لك هون عند الدلتا زيرو ثيتا زيرو متفقين عليها، وبالتالي الناتج مباشرة دلتا زيرو تساوي زيرو. فطلع المعادلات هاي، قال لك at x1 بتساوي a، x3 بتساوي l ناقص a.
يعني V1 بتساوي V2. إكس بتساوي A في X3 L ناقص A. صح 100%. يعني إذا أنا هاي بتساوي A فهاي كاملة اللي ظلت L ناقص A اللي هي سوت X3. تلات دقق علي بالفيديو هون بس تشوفهم شو عمل صراحة. قال لك الديفليكشن بيساوي الديفليكشن عند الاكس 3 او نفسه عند اكس 1 بتساوي. انساك لا تحل زي ما حنظروا، هاي بجوز طرق ثانية للحل. هون قال لك اوجد المعادلات، عندي انا هون قطعين، قطع من هون قطع من هون، بس هون برضو الاوريجن غيرهم. الاوريجن مش دائما تغيره، الاوريجن لا تغيره دائما، حكيت لك ثبت الاوريجن افضل لك لانه مش معروف شو قاعد بخبص هون. يعني هي هون طلع ديفليكشن هون ديفليكشن هون. طيب الباوندري كونديشن قال لك ال V2 بتساوي يعني ديفليكشن عند 2 ديفليكشن بيساوي صفر لما اكس بتساوي صفر، يعني ديفليكشن هون بيساوي صفر. اتفقنا هون شيء متفقين عليه. وقال لك كمان انه منها طلع C4 وقال لك الديفليكشن بتساوي 0 لما X2 بتساوي L، يعني الديفليكشن هون 0 برضه متفقين عليها. هاي من المعادله اللي اشتغلها من اليمين لليسار. بعدين شو قال لك كمان؟ كونتينيو قال لك الديفليكشن الثيتا هون بتساوي الثيتا هون بس بالسالب عند X1 بتساوي X2 ويساوي L. قال لك الثيتا هون من اليمين بتساوي الثيتا هون من اليسار ولكن عكس الإشارة. ليش عكس الإشارة؟ زي ما حكيت لك أول فيديو، إذا مش عارف الفيديو اللي قبله قلت لك إنه لما طلب الدكتور هاشم حل قال لك إنه الثيتا هون بتساوي هون ولكن عكس الإشارة، لأنه واحدة منهم كانتر كلوك وايز واحدة منهم كلوك وايز. فأنا هسه ممكن أجي أقول لك لو بدك تحل على طريقة الدكتور هاشم حل، شايف بالفيديو أنا قلت لك إذا بدك تحل حل ولكن انتبه على الإشارة. انتبه على الإشارة. شفت في بروبلم ثانية، هون ما في بروبلم، في قطعين، هون في قطعين، لاحظوا قال لك X1 وX2 لما ساوى بالباوندري كونديشن شو عمل؟ هيو برضه غير لك الإشارة. فخلص نستنتج جواب نهائي للمادة الباوندري كونديشن نيو. أو نيو أند أولد يعني ها أند أولد. أولد ونيو يعني إنه أنا حكيتهم جديد وحكيتهم قديم، هذا قصدي عنه. واي أو دلتا at bin and fixed and roller تساوي 0. theta at fixed تساوي 0. theta left تساوي theta right. تفكين عليها. ولكن لو كان عندي معادلتين كل واحدة من origin مختلف، من origin مختلف يعني واحدة من اليمين لليسار وواحدة من اليسار لليمين، ثيتا ليفت تساوي سالب ثيتا. بس هذا اللي بنستنتجه نهاية الفيديو بطريقة الدبل انتجريشن. لو كان عندي زي هيك مثلا بدنا زي هيك هون وهون، هسه من هون المعادلة سهلة ومن هون ساكن المعادلة. فإذا هاي X1 وهي X2 مثلا، فالثيتا عند الـ X1 لو فرضنا هي اسمها X1 يعني تساوي سالب ثيتا على X2 فقط. هاف كل شيء، هذا كل شيء. هيك يعطيكم العافية، خلص الفيديو. إن شاء الله الفيديو الجاي مش راح يكون الكونجوكت بيم في يورو. يعطيكم ألف